مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 1 Lesson 8، اليونت الأول الدرس الثامن. عنوان الدرس Arabic and English، اللغة العربية والإنجليزية. قبل ما أبدأ بشرح هذه القطعة، قطعة مطلوبة ومهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. احنا اتفقنا انه يعني انتم متعودين بالمراحل السابقة انه كل يونت بقطع استيعابية، قطع تجيني عليها اسئلة صريحة. هذه اول قطعة، وعندنا قطعة اخرى ان شاء الله راح ناخذها بالدرس القادم. هذه القطعة تتحدث عن اللغة العربية واللغة الانجليزية. راح نوضح مفرداتها، نعرف شنو الاسئلة اللي ممكن تجينا بالامتحان عنها، وكذلك راح نطلع مجموعة من المفردات المهمة جدا راح تفيدنا اما بشكل املاء او بشكل اسقاطات، مثل ما راح نجي ان شاء الله نوضح بالدقائق القادمة. بالفقرة الاولى شو يقول لي؟ يقول لي جميل is going to give talk about Arabic and English. هذا الولد او هذا الطالب جميل راح يتحدث او راح ينطي presentation، تقديم عن اللغة العربية واللغة الانجليزية. read the notes، اقرا الملاحظات، هو سوى مجموعة من الملاحظات. What do they mean؟ ما الذي تعني هذه الملاحظات؟ إذا إحنا من يطلبون من عندنا، مثلاً أنا أطلب من طلابي إن يكتبون فد فقرة إنشائية عن موضوع معين. الطالب شو يسوي أول شيء؟ يكتب ملاحظات هيجي رؤوس أقلام عن هذا الموضوع، ومن ثم يسويهن مقطع نصي متكامل عن الموضوع على مود يلقيه أمام الطلاب البقية. فهنا هو مسوي ملاحظات عن اللغة العربية، وراها أنه بسوالي مقطع نصي آخر عن اللغة الإنجليزية. هذه ملاحظات وهذه مقطع نص متكامل. الفقرتين أو المقطعين النصيات كلهن بهن معلومات راح تفيدنا بحل الأسئلة المتعلقة بقطعة اللغة الإنجليزية واللغة العربية. بالفقرة الأولى شي يقول لي Arabic today، العربية أو اللغة العربية في الوقت الحالي. منطيني مجموعة من الإحصائيات عنها. 230 مليون people، يتحدث هذه اللغة حوالي 230 مليون شخص في العالم. Fifth language in the world، هي خامس أكثر لغة تحدثا في العالم. One of the official languages of the UN، هي إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في المملكة المتحدة. ثلاث معلومات طلعت، كم شخص يتحدثها؟ 230 مليون شخص. ترتيبها هي خامس لغة أكثر لغة تحدثا في العالم. One of the official languages of the UN، هي أحد اللغات الرسمية المعترف بها من المملكة المتحدة. الفقرة الأخرى يقول لي types of Arabic، أنواع اللغة العربية. شنو يعني أنواع اللغة العربية؟ هو راح يوضح لنا نفذ فكرة معينة. يقول لي people from different countries maybe don't understand each other، أناس أو أشخاص من مختلف البلدان العربية ربما لا يفهم أحدهم الآخر. يعني هنا ده يوضح لي فكرة الديالكت اللي هي أو الأكسنت اللي هي اللهجة. يعني مثلا بعض العرب، بعض الناس اللي يتحدثون اللغة العربية مثلا بالمغرب بالجزائر، هو منطيني مثال مصر، يجوز إحنا ما راح نفهمهم لأن اللهجة مالتهم تختلف، مو اللغة مالتهم تختلف، لا هم يتحدثون اللغة العربية لكن لهجتهم طريقة كلامهم باللغة العربية إحنا ما راح نفهمها. هو منطيني مثال اللهجة المصرية Modern Standard Arabic، اللغة الفصحى، اللغة العربية الفصحى تلقاها بالبوكس، بالكتب، بالنيوز بيبرز، بالجرائد والمجلات، راديو، على الراديون، تي في، تلفاز، in mosques all over the world، أو في الجوامع في مختلف أنحاء العالم. إذا تريد تسمع لغة فصيحة، لغة عربية فصيحة، تقدر تقرأ الكتب، البوكس، النيوز بيبر، الراديو، تي في، هذا اللي تلقى بيهن لغات فصيحة مو لهجة عامية. History، تاريخ اللغة العربية. Arabic from Semitic languages أو from Semitic family، اللغة العربية هي من اللغات السامية، من العائلة السامية، من اللغات الأصيلة. Most Semitic languages dead، معظم اللغات السامية انقرضت، انتهت. Spread across Europe، اللغة العربية انتشرت حول أوروبا، انتشرت إلى أوروبا من خلال شنو؟ من خلال الساينس، العلوم، ماث، الرياضيات، etc. إلى آخره. Into French, Spanish, English, especially 800 years ago. وكذلك دخلت هذه اللغة العربية، دخلت بعض مفرداتها في لغات مثل اللغة، أو أثرت في لغات مثل اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية قبل أكثر من 800 عام، قبل أكثر من 800 سنة. شوفوا طلاب، إحنا سابقاً اللغة العربية أو الدول العربية بشكل عام هي كانت مصدر للعلوم، خصوصاً بغداد كانت مصدر للعلوم.
فبالتالي بالوقت اللي كان به الغرب ما واصل للعلوم اللي واصل لها العرب، فيجون لبغداد للدول العربية على مود يأخذون هذه العلوم اللي هي الساينس الماث اتسترا إلى آخره، ويروحون ينقلون هذه الكلمات أو هذه العلوم إلى بلدانهم. لذلك اللغة العربية تلقى بعض مفرداتها موجودة باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، بعض الكلمات دخلت لهذه الدول. ليش؟ لأن هم كانوا بحاجة للغة العربية. هسه الآية تقريبا مختلفة، يعني هسه احنا ليش ندرس اللغة الإنجليزية؟ لأن حاليا مصدر العلوم موجود في أوروبا، في إنجلترا، في أمريكا، فإحنا راح لما نروح هناك نتعلم هذه العلوم راح نجيب ويانا كلمات راح تكون دخيلة على اللغة العربية. The Holy Quran، القرآن المقدس أو القرآن الكريم، pure language، اللغة النقية of the Holy Quran للقرآن الكريم، similar to modern Arabic helped Arabic to survive. هذه اللغة النقية اللي موجودة في القرآن الكريم ساعدت على أنه هذه اللغة العربية اللي هي من اللغات السامية أنه تعيش لأطول فترة ممكنة، لأن اللغة العربية قديمة جدا، اللغات السامية كلها انقرضت أو العائلة السامية كلها انقرضت ما عدا اللغة العربية. ليش ما انقرضت؟ لأن القرآن الكريم ساعد على بقائها for more than 1000 years، لأكثر من 1000 عام. لذلك القرآن الكريم هو اللغة النقية للغة العربية. أخذنا مجموعة من المعلومات عن اللغة العربية، وراها يحولني إلى الإنجليش أو اللغة الإنجليزية، يقول لي why are there many words with similar meanings، لماذا هنالك الكثير من الكلمات التي تعطي similar meaning معاني متشابهة in English في اللغة الإنجليزية. شوفوا طلاب، أكو مثلا عندنا كلمات مثل sound معناها صوت، وفويس كذلك معناها صوت. ليش اكو كلمتين تعطي نفس المعنى او تنطي معنى مشابه؟ هو راح يوضح لي. Why do we have two words sick and ill؟ هذه من الكلمات اللي راح اشيلها جدا مهمات. ليش اكو عندنا كلمتين sick معناها مريض و ill كذلك معناها مريض؟ خب انا اختصرهم بكلمه واحده وهي اثنينات راح تعطي نفس المعنى اللي هي معناها مريض. ليش عندنا اثنين معاني متشابهه؟ That look very different but both mean not very well. تقول هذه الكلمتين مختلفات لكن اثنينات معناها ان الشخص بحاله غير جيده، اثنينات معناها مريض. Why is reply also answer؟ ليش اكو كلمه reply اللي معناها يرد وادي answer اللي معناها يجيب؟ اقدر اقول I answered the telephone، انا اجبت على الهاتف، او I replied the message، اجبت على الرساله او رديت على الرساله، معاني متشابهه. And why are there weddings and marriages؟ ليش اكو كلمه معناها weddings، weddings معناها زفاف، ومarriage معناها زواج؟ الزفاف والزواج تعطي معاني متشابهه، ليش اكو هيك كلمات متشابهه؟ هذني كلمات reply answer مهمات، sick ill مهمات، ويدنج ومارج مهمات. بعد شوي راح نعرف شلون تجي من الامتحان شلون نقدر نجاوب عنها in English. ليش هاي الكلمات اللي متشابهه موجوده باللغه الانجليزيه؟ The answer lies on the history of Britain. الاجابه تكمن في تاريخ دوله بريطانيا او تاريخ بريطانيا. Old English اللغه الانجليزيه القديمه was very different language، كانت لغه مختلفه جدا from English we know today، من اللغه الانجليزيه التي نعرفها اليوم. It included words brought to England، تتضمن كلمات ادخلت الى انجلترا اللي هي اصل اللغه الانجليزيه by Anglo-Saxon. انتبهوا هنا اكو قبائل اسمهم الانجلو-ساكسون. هذول الانجلو-ساكسون and Vikings، وكذلك الفايكنجز شبيههم. The Anglo-Saxon brought their language with them. ذول الانجلو-ساكسون دخلوا انجلترا وجلبوا بعض الكلمات اللي هم كانوا يحتوها ضمنوها من ضمن اللغة الإنجليزية، أثرت على اللغة الإنجليزية. In the 5th century، يا سنة هذه أو يا تاريخ، بالقرن الخامس الميلادي، the Vikings، أما قبائل الفايكنجز invaded in the 9th century، أما قبائل الفايكنجز احتلت إنجلترا في القرن التاسع الميلادي. And brought more words، وجلبوا كلمات أخرى. شوفوا طلاب، إحنا بعض الكلمات اللي عندنا مثلا كلمة كمبيوتر، هذه كلمة إحنا نستخدمها وهي كلمة مو عربية، كلمة إنجليزية، كلمة بايسيكل، كلمة بنشر، ذني كلمات أدخلت للغة العربية. هي طبعا ما صار من ضمن اللغة العربية، لكن الاحتلال السابق، وجود إنجلترا بالعراق بفترات سابقة،
خلانا نستخدم كلمات إنجليزية بدلا من الكلمات العربية. فهذن الاحتلالات اللي تعرضت لها إنجلترا كذلك ساهمت في إدخال كلمات إلى اللغة الإنجليزية. This mixture of languages, هذا الخليط مع اللغات, was first written down in the 10th century, تمت كتابته للمرة الأولى في القرن العاشر, القرن العاشر الميلادي. The same thing happened in after 1066, وكنفس الشيء حدث بعد عام 1066 when the Normans invaded England, عندما قام النورمانديون بغزو إنجلترا. هذه قبائل جديدة كذلك غزت إنجلترا. They brought the French language, ذولا كانوا يتحدثون اللغة الفرنسية, جابوا اللغة الفرنسية ودخلوها على إنجلترا. فهنا أدخلوا كلمات أخرى فرنسية إلى اللغة الإنجليزية. And this added more words to the mixture, وهذا ما أضاف كلمات أخرى إلى هذا الخليط. نعطيني مثال, هو كلمة close معناها يغلق, صارت بدل كلمة shot, shot همينة معناها يغلق. كلمة desire معناها رغبة, صارت بدل كلمة wish أمنية. Liberty معناها حرية, freedom معناها حرية. هذين الكلمات أصلهن فرنسي, اجتي صار ويا ذن الكلمات اللي موجودة أصلا باللغة الإنجليزية. فكلمة close صارت بدل shot, أو قاموا يستخدموها بالإضافة إلى كلمة shot. Desire صارت ويا كلمة wish, Liberty صارت ويا كلمة freedom. هسه هنا نشرح, يقول يقول over the time, لكن مع مرور الوقت, the parts of the words or synonyms started to have very small differences. يقول هذه الكلمات كانت من البداية نفس المعنى, يعني freedom معناها حرية, liberty معناها حرية, وش معناها أمنية, desire معناها أمنية, لكن مع مرور الوقت أصبح هنالك اختلاف بسيط باستخدام هذه الكلمات. فبالتالي صارت كلمة desire معناها رغبة, وش معناها أمنية, الاختلاف بسيط بالمعنى, تعطي معنى مقارب لكن مو بالضبط. The meaning, in the meaning, في المعنى. In the fact, بالحقيقة, it is almost impossible to find two words that mean exactly the same thing. شوف هنا شو يقول لك, يقول لك أصلاً إذا تريد تجي للصدق مستحيل تلقى كلمتين تنطق بالضبط نفس المعنى. لكل واحدة لها استخدام, هي صحيح تعطي معنى مشابه لكن لكل واحدة لها استخدام. هو راح يوضح لي. One word in pair of synonym is usually more formal or more specific than the other. سووا, قاموا يستخدمون كلمة في طريقة رسمية وكلمة بطريقة غير رسمية. احنا شلون عندنا مثلا لغة عامية ولغة فصحى, هم كذلك قاموا يستخدمون بعض الكلمات المتشابهة اللي هي مثلا كلمة desire وكلمة wish. واحدة سووها formal واحدة سووها informal. واحدة قاموا يستخدموها بطريقة رسمية واحدة قاموا يستخدموها بطريقة غير رسمية. The example sentences in the dictionary will help you decide you can use the either word. فهنا أنا شلون أنا أعرف أستخدم هاي الكلمة بهذا السياق لو ما أستخدمها؟ يقول لك القواميس تنطيك أمثلة على مود تعرف تستخدم هذه الكلمة أو ما تستخدمها, أو مناسبة لهذا السياق أو غير مناسبة. Or if you must choose one, أو إذا أنت تريد تختار واحدة من ذي الكلمتين في هذا السياق المعين. الآن وضحنا القطعتين, وضحنا قطعة اللغة الإنجليزية وقطعة اللغة العربية. عندنا مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذه القطعتين. هاي الأسئلة مهمة جدا, تحديدا بتمرين ب, هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري, عبارة عن true و false, صح وخطأ. شوفوا طلاب, أولا يقول لي English does not have many words with the similar meaning. هنا يقول لي اللغة الإنجليزية لا تحتوي على كلمات كثيرة بنفس المعنى أو بمعاني متشابهة. ذكرنا بالمقطع النصي عندهم هواي كلمات تعطي نفس المعنى أو تعطي معنى مشابه اللي كان بسبب الاحتلالات اللي تعرضوا لها. فهنا أنا أقول له خطأ. ليش؟ لأنه هو يقول لي ماكو كلمات هواي بنفس المعنى. And the English language has changed a lot over the time. اللغة الإنجليزية تغيرت كثيرا مع مرور الوقت. قلنا الـ Old English, اللغة الإنجليزية القديمة, is very different from the English we know today, مختلفة تماما عن الإنجليزية التي نعرفها اليوم. فبالتالي هنا هو يقول لي تغيرت كثيرا. إذا نقول له true, صح. People first wrote in English in the 9th century, الناس بدأوا بكتابة اللغة الإنجليزية, بالكتابة باللغة الإنجليزية في القرن التاسع الميلادي. قلنا أنه مو بالقرن التاسع وإنما بالقرن العاشر. إذا نقول له false. When the Viking arrived, عندما وصل الفايكينج, قبائل الفايكينج, people stopped using Anglo-Saxon. توقف الناس عن استخدام
اللغة الأنجلو ساكسون أو الكلمات المتعلقة بقبائل الأنجلو ساكسون، صح لو خطأ؟ الإجابة خاطئة. ليش أستاذ؟ لأن قبائل الأنجلو ساكسون أضافت كلمات لا زالت لحد اليوم تستخدم باللغة الإنجليزية. فإذا نقول له false، the Normans invaded Britain in 1066، النورمانيون احتلوا بريطانيا في عام 1066. ذكرنا بالمقطع النصي أن النورمانيون نعم احتلوا بريطانيا في عام 1066. The Normans brought German words to English. هاي كلش مهمة. النورمانديون جلبوا اللغة الألمانية إلى اللغة الإنجليزية أو كلمات ألمانية للغة الإنجليزية. ذكرنا أنهم جلبوا اللغات أو الكلمات الفرنسية وليست الألمانية. إذا نقول له false، most synonyms have exactly the same meaning، معظم السينونيمز المرادفات تعطي نفس المعنى. ذكرنا أن هي كلمات متشابهة نعم صحيح، لكن ما تعطي نفس المعنى وإنما تعطي معنى مقارب ولكل واحدة استخدام. أنا أقول لك لا، هي نفس المعنى، بالعكس هي ليست نفس المعنى وإنما تعطي معاني متشابهة. هذا ما يخص تمرين بي. هذا تمرين جدا 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 مهم بالامتحان التحضيري، متعلق بقطعة اللغة العربية واللغة الإنجليزية، يجيني مثل ما هو على شكل صح وخطأ. أما تمرين الحقيبة كذلك، هذا التمرين متعلق بال قطعة اللغة الإنجليزية والعربية، لكن هالمرة منطيني أسئلة صريحة نثرية لازم تجاوب عنها. فأولاً يقول لي when was Arabic written for the first time، أو when was Arabic written for the first time، متى تمت كتابة اللغة العربية لأول مرة؟ اللغة العربية تمت كتابتها لأول مرة في القرن الرابع الميلادي. هذه المعلومة حاولوا تحفظوها بالإضافة للمعلومات اللي ذكرناها بالمقطع النصي المتعلق باللغة العربية والإنجليزية. Find language that is related to Arabic. جد لغة تعود إلى اللغة العربية. من اللغات التي تعود إلى اللغة العربية، احنا قلنا اللغة العربية من أصل سامي أو من عائلة سامية. من اللغات التي تعود للغة العربية هي الإثيوبيان، اللغة الإثيوبية تعود إلى اللغة العربية. Find three more English words that come from Arabic. يقول لك هنا أنت انطي لي ثلاث كلمات إنجليزية مأخوذة من اللغة العربية، مستعارة من اللغة العربية. مثلا كلمة الكحول، كلمة الكحول لغة أصلها من اللغة العربية. كلمة كوفي، كلمة كامل، الكحول والقهوة، كلمة جمل، هذني كلمات أصلها من اللغة العربية تمت استعارتها للغة الإنجليزية. List three countries that speak Arabic. أنطيني ثلاث لغات تتحدث اللغة أو ثلاث بلدان تتحدث اللغة العربية. يا هي الثلاث بلدان، عندنا هواي بلدان تتحدث اللغة العربية. أضرب المثال إيجيبت، إيراك، يو أي إي إلى آخره، مصر، العراق، الإمارات العربية المتحدة. What percentage of the world's population speak Arabic؟ ما هي نسبة الناس الذين يتحدثون اللغة العربية من إجمالي سكان الكرة الأرضية؟ نسبة السكان اللي يتحدثون اللغة العربية هم 3% أو 3.6% من سكان العالم يتحدثون اللغة العربية. هذا ما يخص تمرين الحقيبة. هذا التمرين هو ظاهر الأمر يبدو وكأنه نشاط صفي، هو أو عفوا واجب بيتي، لأن تمرين الحقيبة عادة ما يكون واجب بيتي، لكن هذه المعلومات اللي واردة عن اللغة العربية حاول تحفظها بطريقة بالإضافة للمعلومات اللي أخذناها بداية الدرس. أنا إذا جاب السؤال عن قطعة اللغة العربية أقدر أجاوب عنه بطريقة صحيحة. من الممكن يجيب لك بعد how many people speak Arabic، كم عدد الناس الذين يتحدثون اللغة العربية؟ ذكرناها بالمقطع النصي 230 مليون شخص يتحدث اللغة العربية. الآن ننتقل لباقي تمارين كتاب النشاط اللي ما متعلقات بالقطعة. هسه احنا أخذنا القطعة والتمارين المتعلقة بها، باقي التمارين أو تمارين مفردات، تمارين إملاءات راح نحلها إن شاء الله بالدقائق القادمة، خليكم ويانا. الآن مع باقي تمارين كتاب النشاط، أولاً عندنا تمرين أي. هذا التمرين تمرين مهم جداً 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 بالامتحان التحريري. شون يجيني؟ طبعاً هو خلني جيني نفهم فكرته، منطيني إي جي و إي أس بي ونقطة، L A N G S M ونقطة، Y R S و V. شو يقول لي؟ يقول لي match the words with their abbreviation. هاي الكلمة جدا مهمة. Abbreviation معناها اختصار. يقول لي ذني كلمات مختصرة، أريدك توصلهن بما بالكلمات الأصل مالتهن. يعني مثلا كلمة years، years معناها سنوات، يا اختصار من ذني الاختصارات يناسب كلمة years، مبينة من الحروف مالتها Y R S مختصر مال years، Y R S والنقطة، النقطة دليل الاختصار. كلمة very اختصارها في، إذن أخلي في أوصلها. بعد أدي كلمة languages ومختصر لياها بلانجز،
لانجز مختصر ما لانجوجز especially بشكل خاص اختصارها ESP ونقطة ميز الكلمات اللي بيه النقاط لأن مهمة جدا. For example على سبيل المثال الاختصار مالتها EG EG مختصر مال كلمة example أو for example ومليون اختصارها العام. طلاب بالامتحان ما يجيب لي بهاي الطريقة، يجيب لي بسؤال الإملاء. شون يعني؟ يعني يقول لي على سبيل المثال YRS نقطة فاصلة years. إيش ده يقول لي؟ يقول لي YRS هي مختصر مال years. زين V مختصر مال شنو؟ أنت لازم تكتب له V هي مختصر مال كلمة very. إذن هذا سؤال إملاء. أو بالعكس شو يقول لي؟ يقول لي years كلمة years فاصلة YRS. هذه كلمة years أريد أختصرها. شلون أختصرها؟ YRS. على سبيل المثال كلمة languages أريد أختصر لي إياها مثل ما أنا اختصرت كلمة years. أنت لازم حافظ اختصارها هي كلمة langs بنقطة أو بدون نقطة. لازم تعرف أن الكلمات اللي بيها نقاط والكلمات اللي ما بيها نقاط. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، لكن مو هيك يجيني مو شكل على شكل إسقاطات أو توصيل، وإنما يجينا على شكل إملاء. لذلك يجب حفظ إملاء هذه الكلمات اللي منطيني إياها. أما التمرين الآخر اللي هو تمرين سي، تمرين مفردات وإملاء مهم. مفردات على شكل إسقاطات، إملاء يجب حفظ المرادفات. أول شيء خلينا نجي مثل ما هو طالب من عندي، منطنية على شكل شنو؟ منطنية على شكل إسقاطات. أجي أسقط الكلمة أمام الفراغ المناسب لها. كلمة chair شنو معناها؟ معناها كرسي أو مقعد. كلمة close معناها يغلق. كلمة marriage معناها زواج. replied معناها رد أجابة. sick معناها مريض. وكلمة wish معناها رغبة أو أمنية. ركزوا يا عيني طلاب، شي يقول لي؟ يقول لي no one answered my question. انت بقولي كلش على هذا التمرين، لم يجب أحد على سؤالي. no one answered، انتبه لي answered شنو معناها؟ لم يجب أحد أو إجابة، لم يجب أحد على سؤالي. no one فراغ to my question، لا أحد فراغ على سؤالي. يقول لك أريدك تجيب لي الكلمة اللي تطي نفس معنى كلمة answer، نفسيتها عادها مرة ثانية، لكن أريدك تستخدم لي مرادفها. شنو مرادف كلمة answer؟ قلناها بالقطعة كلمة replied. replied رد أو أجابة. لم يجب أحد على سؤالي، لم يرد أحد على سؤالي، الاثنين تطي نفس المعنى. their wedding كلمة wedding قلنا شنو معناها؟ معناها زفاف. زفافهم was 2 years ago، كان قبل عامين. their فراغ was 2 years ago، نفس الفكرة. زفافهم أو زواجهم كان قبل عامين. شنو الكلمة المناسبة للودينج أو اللي تطلع نفس معنى كلمة ودينج؟ كلمة مارج. فأكتب له مارج. their marriage was 2 years ago، طيته نفس المعنى. is this seat taken؟ هل هذا المقعد مأخوذ محجوز؟ seat مقعد. شنو الكلمة المناسبة لها؟ كلمة chair. إذا خلي له كلمة chair. can I sit on this chair؟ هل يمكنني أن أجلس على هذا الكرسي أو المقعد؟ don't forget to shut. shut شنو معناها؟ يغلق. لا تنسى أن تغلق الباب. please فراغ the door، رجاء فراغ الباب. نفس الفكرة، اعطيني كلمة مناسبة لكلمة close أو shut، كلمة close. وهكذا. he didn't come to the school because he was ill. لم يأتي للمدرسة لأنه كان مريض. شنو الكلمة اللي تنطي نفس معنى كلمة مريض؟ كلمة sick. فأوصلها أو أكتب كلمة sick لأنه كان sick مريض. her greatest desire رغبتها الأعظم is to become an artist. أكثر رغبة عندها أنه تصبح artist، تصبح فنانة. her greatest wish أمنيتها العظمى أن تصبح artist. هسه أنا قلت لك أما يجيني على شكل إسقاطات مثل ما هو يجيب لي ذن الجمل ويقول لي سقط الكلمة أمام الفراغ المناسب إلها، أو يجيني على شكل إملاء وهنا يجب حفظ المرادفات. شون يعني؟ يعني مثلا ايش قال لي؟ قال لي chair فاصلة seat. شنو يعني؟ يقول لي كلمة chair هي نفسها كلمة seat. على سبيل المثال كلمة close فاصلة شنو؟ لازم أنا أعرف أنه كلمة close هي مرادف لكلمة shut
فأحفظ إملاء هذه الكلمات. إذن عندي كلمات مرادفات تجينا على شكل إملاء أو على شكل إسقاطات مثل ما هو منطيني بكتاب النشاط. فهذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا، أنا كاتب لكم عليها بالمنزمة وكذلك بالباور. تمرين دي match the words with their antonyms، طابق الكلمات بالأنتنمز. هالمرة مو سينونيمز، سينونيمز معناها مرادفات، أنتنمز معناها معاكسات. مثلا عندي كلمة dead، dead معناها ميت متوفى. زين، شنو الكلمة المعاكسة لهذه الكلمة؟ كلمة alive، alive معناها على قيد الحياة. إذن أوصل الأولى بالنقطة دي أولا. ثانيا official، official معناها رسمي. شنو المعاكس مالتها؟ unofficial، unofficial معناها غير رسمي. different، different معناها مختلف. شنو عكسها؟ similar، similar معناها متشابه. modern، حديث، اكتب معناها كلمة حديث. شنو المعاكس مالتها؟ old، old معناها قديم. pure معناها نقي. شنو المعاكس مالتها؟ impure معناها غير نقي، اللي هي حرف سي. طبعا أعيد وأكرر مرة ثانية، هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. إذا جاب لي إياه هيك بالامتحان فخيرا على خير، الموضوع سهل علي. لكن من الممكن أن يجيب لي إياه وين؟ بالسؤال نفس الطريقة، سؤال الإملاء. على سبيل المثال يقول لي dead ميت، عكسها alive. زين، كلمة pure عكسها شنو؟ لازم تكتب له إملاء الكلمة بطريقة صحيحة. إذن مثل إما يجيني مثل ما هو على شكل توصيل وصل الكلمات من المعاكسات مالتها، أو يجيب لي على شكل إملاء، فأنا لازم حافظ إملاء هذه الكلمات. كذلك هذا التمرين تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس مكثف جدا بمعلومات كبيرة جدا، معلومات هواي، معاكسات، مرادفات، قطعة، أسئلة قطعة، true false، كل اللي تم شرحه بهذا الدرس مهم ويجيك بامتحان الشهر الأول أو من الممكن يجيك بامتحان نصف السنة. حاول تضبط هاي المعلومات، سجلهم بالدفتر واحفظهم لأنها مهمة جدا بالامتحانات التحريرية. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون وياي على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.